السلام عليكم. على مسافة من مجاعة وأوبئة يدور صراع خفي وآخر علني على محافظة الحديدة ومينائها. من جهة محاولة انتزاعها من يد ميليشيا جعلت من ميناء هذه المحافظة بوابة للنهب والسوق السوداء وتهريب الإغاثة والمشتقات النفطية. ومن جهة أخرى موقف المقاومة والجيش الوطني والإسناد الشعبي المطالب بتحرير هذه المحافظة. وبالتوازي مع ذلك تقف قوة دولية في نقطة التماس من خيارات التحرير من عدمه، لكنها لها رؤيتها وتحفظاتها أيضا. جهات أخرى منضوية في إطار التحالف غير أن لها مآربها في الميناء. تكالبت القوى وتقاطعت المصالح في ميناء الحديدة، لكنها مضت بعيدا عن الإنسان وحاجته بل وقيمته. إنها الحديدة سلة الغذاء اليمني تعيش أسوأ فتراتها، حيث تتقاسمها أخطار المجاعة والأوبئة والميليشيا. مؤخرا صرح مصدر مسؤول بتوجه الشرعية لتحريرها، ذلك يأتي عقب انتزاع معسكر خالد، ربما ردا على توجه الأمم المتحدة لتحييد هذه المحافظة ومينائها عبر خطة مقدمة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. مشاهدينا الكرام، لتفاصيل أكثر ومحاولة لاستقراء ما يدور حول الحديدة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فدعونا نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. خطوة تتقدم والأخرى تتأخر، هذا هو حال التحالف العربي والحكومة الشرعية إزاء تحرير مدينة الحديدة. في مارس الماضي رفضت الأمم المتحدة الإشراف على الميناء لضمان منع تهريب الأسلحة للحوثيين ونهب موارده والمواد الإغاثية الواصلة إليه. وفور إعلان الرفض أطلق التحالف والحكومة الشرعية عملية السهم الذهبي التي قالوا إنها تهدف لتحرير الساحل الغربي وميناء الحديدة، لكن وحتى الآن لم يحدث أي شيء باستثناء السيطرة على معسكر خالد في إطار ما سميناه الخطة للحديدة. ولد الشيخ قال قبل أسابيع إنه توصل إلى خطة لحل معضلة ميناء الحديدة تقضي بتسليمه إلى طرف ثالث يتولى استلام إيرادات الميناء وإيداعها في صندوق خاص يستخدم لتغطية رواتب الموظفين المنقطعة منذ حوالي عام. وقبل أيام أعلن السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر أن الحكومة الشرعية والمخلوع صالح موافقون على هذه الخطة فيما يتعنت الحوثيون. مصدر في الرئاسة صرح اليوم أن الحكومة والتحالف يعدان خطة لمعركة عسكرية فاصلة لتحرير الحديدة بعد فشل كل الجهود السياسية. مقابل هذه الجهود الأممية حظرت الحديدة بشكل مكثف وغريب في تقارير المنظمات الدولية محذرة من أي خطوة باتجاه تحرير المدينة بدعوى أن ذلك سيفاقم الوضع الإنساني في اليمن، فيما تقول الصورة أن ما يعيشه المواطن في الحديدة خصوصا واليمن عموما كفيل بأن يصف كارثية المآل الذي وصلت إليه الحديدة بفضل الانقلابيين. يجني ميناء الحديدة مئات الملايين التي لا تخطئ طريقها إلى جيوب الصاعدين الجدد، فيما يجني أبناء الحديدة عجز الحيلة وضعف سند الدولة والأشقاء الذين كانوا يعلقون عليهم آمالا كبيرة يوما ما. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ وليد القديمي، وكيل أول محافظة الحديدة من عدن، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ وليد. مساء النور. أهلا بك معنا أستاذ وليد. وبداية نتحدث عن الحديدة والتي تعد الآن قبلة الصراع السياسي والعسكري، لكنها للأسف الشديد تعيش على هامش الاهتمام خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والإغاثية. حدثنا عن وضع الحديدة بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بك يا أختي العزيزة وبالأخوة المشاهدين، ونتحدث عن وضع الحديدة. وضع الحديدة مأساوي جدا جدا. وضع الحديدة أصبح كارثي إلى أبعد الحدود. الكل يتحدث عن الحديدة والجميع يبادر بمبادرات، والأمم المتحدة تسعى جاهدة للوصول إلى حلول حول الاتفاق حول الحديدة، ولكن لا يوجد ذكر الحديدة سوى في الميناء فقط والإيرادات. لم يذكروا شعب أبناء تهامة أو أبناء تهامة. نعم. كل ما يدور حول مبادرة الأمم المتحدة وما تسعى إليه الأمم المتحدة هو الوصول إلى حلول لتسليم الميناء. ولكن ليس هناك حلول لحل مشاكل المحافظة وأبناء المحافظة الذي تنقطع عنهم الكهرباء منذ 3 أعوام، ونحن الآن في فترة الصيف والحر شديد جدا، وما يعانوه أبناء محافظة الحديدة في هذه الفترة من معاناة صعبة جدا. نعم. السنة الثالثة تمر على أبناء الحديدة وينقطع عنهم التيار الكهربائي، بينما ميناء الحديدة تعمل، والأمم المتحدة تسعى جاهدة أن يستمر ميناء الحديدة يعمل، وتذهب الإيرادات إلى جيوب الميليشيات الإنقلابية وصالح لدعم مجهودهم الحربي، وبينما تقف عائق أمام تسليم مرتبات الموظفين منذ 10 أشهر. نعم. إذن أستاذ وليد، لم يكن النظر لأبناء محافظة الحديدة كأناس يتطلعون إلى متطلبات وحقوق. صحيح. أبسط الحقوق التي يحتاجها أبناء محافظة الحديدة الكهرباء والصحة، بينما تصل المعونات الغذائية التي تدعي الأمم المتحدة أنها تصل إلى ميناء الحديدة فيما يقارب من 80 إلى 70%، ولكن هذه المعونات لا نراها في محافظة الحديدة بصورة مباشرة، لم نرى إلا في بعض الأماكن التي يتم التوزيع من قبل الميليشيات وعلى فئات محددة، بينما تذهب هذه المعونات إلى مناطق أخرى موالية للميليشيات وإلى من يقاتل معهم في حربهم العبثية على أبناء الوطن وعلى دول المجاورة. نعم. اليوم أستاذ وليد يعني دائما لا يهمها المواطن في محافظة الحديدة، بينما يهمها في محافظة الحديدة الميناء والإيراد والبحر وتهريب السلاح إلى داخل الأراضي اليمنية عبر. نعم. ولو كان المواطن يهمها ما تركته يموت جوعا. نعم أستاذ وليد، اليوم مصدر في رئاسة الجمهورية يتحدث عن خطة عسكرية لتحرير ميناء الحديدة بعد أن رفض الحوثيون يعني مبادرة ولد الشيخ. هل هناك يعني مساعي جادة لتحرير الميناء؟ مبادرة ولد الشيخ رحبت بها الحكومة اليمنية عبر الناطق الرسمي بالحكومة، وأعتقد أن الحكومة دائما ما تمد يد السلام من أجل الوصول إلى حلول وحل مشاكل الحاصلة من أجل المواطن اليمني، بينما الميليشيات الإنقلابية لا يهمها سوى الحصول على أكبر مكسب سياسي، ولا يهمها المواطن سواء في الحديدة أو في صنعاء أو في ذمار أو في صعدة أو في أي محافظة من المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات. أكيد أختي العزيزة لن يكون هناك طريق سوى تحرير محافظة الحديدة عسكريا إذا لم تجد الأمم المتحدة أو الحكومة الشرعية وقوات التحالف أي مبادرة سلام من الميليشيات الحوثية لقطع تهريب السلاح على الميليشيات، وأيضا إيقاف أي دعم أجنبي إيراني يصل إلى هذه المحافظة، كون محافظة الحديدة هي الآن المنفذ الوحيد الذي يستطيعون أن يتنفسون منه لتدمير ما تبقى من 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 أرض الوطن التي ما زالوا يسيطرون عليها. نعم. هل نستطيع القول أن خطة ولد الشيخ ما زالت قائمة، يعني ما زال يتم دراستها أو الحديث عنها؟ ولد الشيخ توجه تقريبا الى 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 عمان وللقاء بمن اشعلوا الحرب في اليمن الميليشيات الحوثيه، واعتقد ايضا سيكون لقاء مع الحكومه او لا اعلم ببعض التفاصيل، ولكن انا اعتقد وايقن يقينا دامغا ان الميليشيات الحوثيه لن توافق على اي مبادره وخصوصا فيها تسليم ميناء الحديده، فلن يكون الحل سوى تحرير ميناء الحديدة عسكريا وقوات التحالف والجيش اليمني مدعوم بالقوات الجنوبية والقوات المقاومة الجنوبية والمقاومة التهامية جاهزون ومستعدون للانطلاق إلى محافظة الحديدة، ولا ينتظرون سوى التوجيهات من القيادة السياسية فقط. نعم، لكن أستاذ وليد يعني هناك حديث عن أن الحديدة لا تحتمل كلفة يعني حلول عسكرية، خاصة يعني وأنت تعلم أن أبناء المحافظة كما تحدثت عنهم يعني يعيشون منذ 3 سنوات قطيعة عن العالم ربما رغم عمل الميناء لديهم. هل تجدون أن الحل العسكري هو فعلا من سينقذ الحديدة ومينائها؟ أتمنى أن يكون خوف الأمم المتحدة على محافظة الحديدة كما هي خائفة على الميناء. دائما ما نرى التصريحات الدولية ولا لا كما قلت لك سلفا لا يهمها سوى ميناء الحديدة، وإيرادات ميناء الحديدة تورد إلى 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 جهة ويتم تسليم مرتبات الموظفين في محافظة ما زال تحت سيطرة الميليشيات من ميناء الحديدة. لماذا لا ينظرون إلى أبناء محافظة الحديدة كشعب منهك، كشعب مظلوم، كشعب يعاني، كشعب أصبح لا يملك شيء؟ أصبحت الآن الناس تموت في محافظة الحديدة ونحن لا نستطيع أن نعمل لهم شيء. نحن كسلطة محلية والتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة والحكومة الشرعية وتنسيق مع مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي نسعى جاهدين إلى إيصال المعونات إلى أبناء محافظة الحديدة، ولكن الميليشيات تقف عائقا وتقوم بنهب هذه المعونات. لذا نحن دائما نقول لأبناء الحديدة إن الميليشيات لا تريد الخير لأبناء المحافظة وستظل كابدة على أنفسهم وعلى أنفاسهم حتى لا يهمها أن يبقى مواطن واحد في داخل الحديدة، ولكن ما يهمها هو الميناء. نحن نقول للأمم المتحدة انظروا إلى أبناء تهامة، وكما أيضا سمعنا في مبادرة ولد الشيخ أنه ستسلم المحافظة إلى طرف ثالث. نقول من هو هذا الطرف الثالث؟ نحن لا نعلم شيئا عن الطرف الثالث الذي سيستلم المحافظة أو ميناء الحديدة. فنحن أعتقد أن شعب وأبناء الحديدة لابد أن يكون لهم وجود في هذه المبادرة وأن يكونوا موجودين وعلى قائمتها. نعم، إذا ينضم معنا عبر الهاتف السيد أيمن جرمش ركن التوجيه المعنوي بلواء تهامة. مساء الخير سيد أيمن. مساء النور، أهلا بك. برأيك يعني هل تعتقد أن الرئاسة والتحالف اليوم جادين في مسألة تحرير الحديدة أم أن الأمر كسابقته من الوعود، خاصة نحن نعلم أنه دائما ما ينصدم برأي الأمم المتحدة في عدم تحرير المحافظة؟ هناك جدية حقيقية فعلا من الشرعية ومن قوات التحالف بتحرير ميناء الحديدة، وليس الميناء فقط كما يدعى ميناء الحديدة بل تهامة بشكل عام. نعم. لكن هناك الجميع يعلم أن هناك ضغوط دولية تحاول إعاقة تقدم القوات التهامية وتحرير أرضهم من براثن الانقلاب، لكن بإذن الله سيكون هناك تحركات خلال الأيام القادمة ميدانية بإذن الله. نعم، إذا هل يشكل برأيك تحرير معسكر خالد فارقا في القوى العسكرية موازين القوى بالذات يعني على صعيد تحرير الساحل الغربي؟ هذا أكيد، معسكر خالد يعتبر المعسكر الثاني في الجمهورية المنية بعد لواء العمد. معسكر خالد يطل على بوابة البحر الأحمر على ميناء المخا، هو الحامي لخط الملاحة الدولي. أيضا من جهة الشمال يعتبر هو الحماية الجنوبية البوابة الجنوبية للحديدة هي خوخة. نعم. أيضا يطل على خط حديدة عز. أهمية استراتيجية 3 محاور فعلا. نعم، طيب برأيك يعني هل تتوقع أن الأمم المتحدة ستعارض هذه المرة التحرير خاصة بعد رفض مبادرتها من قبل الحوثيين؟ لا نستطيع الآن أن نقول ستكون هناك محاولة من الأمم المتحدة لإعطاء صالح مهلة لكسب الوقت واللعب على الأوراق السياسية الهشة التي أصبحت قديمة. علي عبد الله صالح ميدانيا أصبح منتهي عسكريا، وهو يعلن ذلك أنه أصبح ميدانيا وعسكريا مهزوم. لكن هو الآن يلعب على الوقت وعلى الضغوط الدولية التي تدعمها الخارج وعلى نعم مبادرات الأمم المتحدة. نعم، إذا يعني القوات البحرية والبارجات التي يمتلكها التحالف على البحر الأحمر، ما مدى مساندتها إذا ما يعني تحركت الجهود فعلا لتحرير الحديدة؟ الجاهزية القتالية تم الاستعداد، معنوية الشباب مرتفعة، المدفعية متواجدة، مدفعية التحالف، طيران التحالف متواجد على مدار الساعة، ننتظر فقط قرار سياسي لبدء التقدم. حاليا المعارك تدور ما بين الهاملي شرق في الشمال الشرقي للمخا الى شمال المخا تحديدا، في هذه المساحات تحديدا تدور المعارك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك السيد أيمن جرمش ركن التوجيه المعنوي بلواء تهامة، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ وليد. أستاذ وليد، كنت تحدثني قبل الهاتف يعني عن تساؤل من هو هذا الطرف الثالث الذي يعني سيقود أو سيهتم بأمور المحافظة. هل يعني الفكرة يعني أنت قلت لابد أن يكون أبناء المحافظة موجودون في هذه المبادرة، فكرة طرف ثالث بشكل عام يستلم الإيرادات ويستلم الرواتب، هل هي فكرة يعني عملية وقابلة للتنفيذ؟ الحكومة الشرعية هي ملتزمة بتنفيذ أي اتفاقية يتم الاتفاق عليها من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها ولد الشيخ، وستكون عند التنفيذ جادة جدا، لأن الشرعية يهمها المواطن بالدرجة الأولى قبل أي شيء. الحكومة تبذل جهود كثيرة كما ترين أختي العزيزة والأخوة المشاهدون. الآن محافظة عدن تتعافى وتعود إلى ما كانت إليه وأفضل مما كانت إليه. المشاريع بدأت الآن تتحرك في محافظة عدن، عودة الكهرباء، عودة الحياة الطبيعية، أصبحت الآن عدن تتعافى أفضل مما كانت إليه في السابق. الحكومة دائما ما تسعى إلى إيجاد كل متطلبات المواطن لكي يعيش على أكمل وجه. الحكومة الشرعية في كل المحافظات التي تم تحريرها المواطن يعيش بكل أريحية ويعيش بظل أمن وأمان وكهرباء وتوفر الصحة، ولكن عكس ما تسيطر بعض الميليشيات على بعض المحافظات التي ما زالت. نعم، ولكن المشهد ليس كما تصوره تماما أستاذ وليد. يعني نحن نناقش كثيرا من الحلقات الوضع في عدن ليس بهذه الصورة، ولكن ربما يكون أفضل مما هو عليه بقيادة الميليشيا بطبيعة الحال. أود أن أسألك يعني هل من الممكن أن يعني أنت قلت أن الشرعية هي التي مخولة بقيادة المحافظة، هذا هو الوضع الطبيعي، ولكن الأمم المتحدة حين تشترط طرف ثالث لم يشارك في الصراع حد قوله، فهي تستثني بطبيعة الحال الحكومة الشرعية وقد كانت أبدت موافقتها. هل يمكن حدوث مثل ذلك؟ الحكومة الشرعية أيضا أنا أعتقد أن الحكومة الشرعية ستكون فارضة شخصيات من أبناء المحافظة ليديروا هذه المحافظة في 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 حين تنفيذ هذه الاتفاقية. وأنا أدعو أيضا الأمم المتحدة بأن يتركوا المجال لأبناء محافظة الحديدة أن يقودوا محافظتهم كما وقفت قوات التحالف والحكومة الشرعية في بقية المحافظات التي تم تحريرها. والآن أبناء كل محافظة يقومون ببناء محافظتهم وتأمينها والعمل على إصلاح ما أفسدته الميليشيات في حربها المعبثية. نتمنى أن يكون لأبناء تهامة وجود من ضمن هذه الخطة، وأن يكونوا أيضا من ضمن ما سماه المبعوث الأممي في خطته بالطرف الثالث. نعم، للأسف الشديد يعني الحوثيون لم يوافقوا على هذه المبادرة. إذن يعني بطبيعة الحال الوضع يعني إن لم يتم تحرير الحديدة عسكريا سيظل على ما هو عليه. برأيك هل كان تحرير معسكر خالد خطوة أولى وجدية من قبل التحالف والشرعية للذهاب لتحرير المحافظة؟ أختي العزيزة، لابد أن تعلمي والأخوة المشاهدين وخصوصا أبناء محافظة الحديدة إن الخطوات السياسية التي تتخذها الحكومة الشرعية تسير في اتجاه والخطوات العسكرية تسير في اتجاه آخر، فليس هناك إيقاف جهة والعمل بجهة. الاستمرار العسكري مستمر، وكما تعلمين تم تحرير معسكر خالد بن الوليد الذي كان يعد أكبر ثكنة عسكرية للميليشيات واعتدائها على المخا والساحل الغربي وتموين ميليشياتهم في محافظة تعز، وأيضا المرور والآمن إلى أولى مديريات محافظة الحديدة بعد معسكر خالد التي هي مديرية حيس، والتي تبعد ما يقارب 55 كيلومتر الآن، ونحن الآن على مشارفها. بينما في الخط الساحلي أيضا الآن أصبح الجيش في منطقة الزهاري وقد تعداها، وأصبح الآن يبعد عن أولى مديريات محافظة الحديدة على الخط الساحلي وهي مديرية الخوخة، ويبعد عنها الآن ما يقارب 36 كيلو. الآن أصبحت مديريتين من مديريات محافظة الحديدة على مشارف التحرير، والجيش ومدعوما بالقوات التحالف السعودية والإماراتية وكل الدول المشاركة، وأيضا المقاومة الجنوبية والمقاومة التهامية على رأس هذه القوة التي سوف تبدأ بتحرير محافظة الحديدة وأولى مديرياتها حيس والخوخة. نعم، إذن أستاذ وليد، يعني للإطلاع أكثر على الوضع الصحي في الحديدة ينضم معنا عبر الهاتف دكتور علي الأهدل، مدير مركز الغسيل الكلوي بالحديدة سابقا من الرياض. مساء الخير دكتور علي. مساء النور، أهلا ومرحبا. دكتور، نود أن تحدثنا عن أبرز معاناة الحديدة منذ اجتياح الميليشيا لها. الحقيقة أن معظم القطاعات الصحية في محافظة الحديدة أصبحت تعاني معاناة شديدة، يعني لا نستثني الأقسام الطارئة أو الأقسام الخاصة بالأمراض المعدية أو الأقسام الخاصة بالأمراض المزمنة أو المستشفيات الحكومية أو المراكز الصحية الطرفية، الجميع يعاني. أصبحت محافظة الحديدة تعاني من وضع مزري في الجانب الصحي بسبب يعني تعثر بسبب مشاكل كثيرة سواء في الجانب الصحي أو مشاكل أخرى انعكست على الجانب الصحي. فمثلا الجانب الاقتصادي أو الجانب المعيشي الذي أدى إلى سوء التغذية، أدى إلى أن المريض غير قادر على أن يحصل على أن يدفع قيمة الدواء، غير قادر على أن يذهب إلى المستشفى. كل ذلك أفاقا من الحالات المرضية. أنتم علمتم الآن أو خلال الفترة السابقة انتشار مرض الكوليرا، انتشار كثير من الأمراض، الإسهالات، مشاكل الطفولة، كذلك علمتم المعاناة التي تعانيها مراكز الغسيل الكلوي من قطاع مواد الغسيل. الآن المشكلة أن الفئة الانقلابية أصبحت تعتمد اعتماد كلي على ما تأتي به المنظمات الأجنبية وعلى ما يؤديه التحالف عبر مركز الملك سلمان للمحافظة. نعم. أصبح أدائها في الجانب الصحي ضعيف جدا، إضافة إلى شروط النظافة، إضافة إلى عدم توفر كثير من الخدمات مثل خدمة المياه، خدمة الكهرباء التي هي بالتالي أيضا لها علاقة بالجانب الصحي. كل ذلك أدى إلى مفاقمة الوضع الصحي. نعم دكتور، يعني الحديدة محافظة منسية ومعاناة الناس هنالك تتضاعف كما حدثتنا رغم حضورها في ملفات الأمم المتحدة والاهتمام الدولي، ولكن على أرض الواقع لا نجد هذا الاهتمام. لماذا برأيك؟ يعني الحقيقة أن الميليشيات الانقلابية أصبحت تجعل من الحديدة ساحة حرب. كثير من الموارد التي تعطى للمحافظة أو كثير من الموارد التي تجلبها المحافظة أصبحت تورد للحرب والقتال ويحرم منها أبنائها. وجود المحافظة تحت الاحتلال الحوثي وتحت يعني الانقلابيين بشكل عام أدى إلى أن هذه المحافظة تحرم بشكل كبير. لذلك إضافة لذلك العرقلة التي تواجه بها المنظمات الأجنبية عندما تريد أن تدفع أو تأتي بمواد إغاثية للحديدة. كذلك المتبرعين الخيرين حصل مضايقات كبيرة للجمعيات الخيرية التي تعمل في الجوانب الإسعافية والإغاثية للمرضى. كل ذلك أدى إلى أن الحديدة أصبحت في جزء من المشكلة منسية، وفي جزء من المشكلة هي مغيبة عمدا من الميليشيات الانقلابية. نعم. ماذا عن وباء الكوليرا؟ هل لديك أي معلومات عن مدى انتشاره، وهل هناك فعلا جهود لاحتواء هذا الوباء؟ طبعا هناك جهود كبيرة، ووصلت محاليل ووصلت مضادات حيوية من مركز الملك سلمان إلى المراكز التي المعنية بعلاج هذا المرض، ولكن ما زالت المشكلة موجودة، تختفي من مديرية وتظهر في مديرية أخرى. احنا سمعنا مثلا عن مديريات المحاددة مثلا لبيت الفقيه، سمعنا عن حالة ظهرت في الدريهمي، سمعنا كذلك عن حالة ظهرت في شمال الحديدة محافظة الحديدة، إضافة إلى أمراض أخرى. عندما تذهبين إلى المحافظة سترين كميات مهولة من القمامة والمخلفات، سواء في المحافظة المدينة أو في أريافها. هذه من الأسباب التي لن يذهب الأمراض المعدية، ومن ضمنها الكوليرا، إلا إذا تم معالجتها. نعم. إذن بالنسبة لمركز غسيل الكلى يعني شهد تردد واضح في الآونة الأخيرة، خاصة مع انقطاع الكهرباء المتواصل. ما مصير هذا المركز وما أحواله؟ الحقيقة الشكوى تصلنا بشكل مستمر من مراكز الغسيل الكلوي. المرضى يعني يستغيثون، مراكز الإدارة كذلك تعاني، انقطاع التيار الكهربائي، انقطاع الخدمات المساعدة، حتى أن الأجهزة التي بدأت تتعرض للأعطال لم تقل من الميليشيات الانقلابية بتوفير قطع غيار لها. أصبحت التجهيزات الخاصة بمركز الغسيل الكلوي تتهالك بشكل كبير جدا، مما أدى إلى أن المرضى يعني المركز لا يمر مثلا أسبوعين أو 3 أسابيع إلا ويتوقف فجأة، ثم يعاد إلى العمل، وأصبح يعتمد في جزء كبير من خدماته على الجانب الخيري. أي أن دور الدولة أو دور الحكومة أو دور الميليشيات الانقلابية أصبح ينحسر شيئا فشيئا عن مراكز الغسيل الكلوي. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي الأهدل، مدير مركز الغسيل الكلوي بالحديدة. سابقا كنت معنا عبر الهاتف من الرياض أستاذ وليد القديمي. أنت والسادة المشاهدون اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم العودة إليه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ وليد. أستاذ وليد، يعني لو تحدثنا عن الحديث الذي طرحه لنا الأستاذ الدكتور علي الأهدل، وحدثنا عن الوضع الصحي الكارثي الذي تعيشه الحديدة وأبناؤها، أود يعني نتحدث عن الحديدة. هي محطة عبور الطاقة، محطة عبور أيضا وهي المدخل الاقتصادي للبلد والمدخل الإغاثي أيضا لكثير من المحافظات، لكن للأسف لا طاقة لديها ولا اقتصاد ولا إغاثة أيضا، لا دوائية ولا غذائية. كيف يمكن قراءة مثل هذه المفارقة أستاذ وليد؟ بالنسبة للأمراض التي تحدث عنها الدكتور علي الأهدل، طبعا الحديدة تعاني أختي الكثير. لا نستطيع وصف معاناة الحديدة إلا عندما تذهب القنوات الإعلامية للنزول والاطلاع على أرض الواقع. وباء الكوليرا كان له أثر كبير على أبناء المحافظة، وهناك وفيات، ولكن كان هناك كثير من ساهموا من رجال الأعمال، وأيضا تبرع مركز الملك سلمان بمبلغ 33 مليون و$700,000 لمكافحة الكوليرا في اليمن، والتي أيضا وصل منها كمية كبيرة من هذه الأدوية إلى ميناء الحديدة، وتم إيصالها إلى المحافظة وإلى المستشفيات والمراكز الصحية كاملة. أيضا عند وصول هذه الأدوية قامت الميليشيات باحتجازها من قبل أحد النافذين في مكتب الجمارك بغرض طلب جمارك على هذه الكميات من الدواء التي هي عون لإنقاذ المواطنين في المحافظة. وبعد تدخل الكثير ووجهوا اللوم على هذا الشخص، انه اذا لم يتم ادخالها سوف يكون لفت نظر انهم يقوم باعاقه ايصال الدواء وفك هذه الكميه بالتواصل ايضا من بعض السلطه الانقلابيه في الداخل، وقاموا بتوزيعها وايصالها الى هذه المراكز. نحن نتابع كل الخطوات التي تجري في الداخل، ولكن نحن لسنا على أرض الواقع. وكما تعلمين أختي أخيرا، إن أيضا وصلت كمية من التونة الغير الصالحة للاستخدام الآدمي من قبل الهلال الأحمر الإيراني الذي قدمها كمساعدة لليمن، ووصلت وهي تالفة وقد علم بها كل القنوات الإعلامية بهذه الكمية، بينما المطبلون لإيران والميليشيات يغطون هذه الجريمة الكبرى. وأيضا لا ننسى كمية الأرز التي جاءت في قبل العام وهي كانت أيضا منتهية، وهذه المشاهد الزائفة التي تقدمها إيران للشعب اليمني لن ينساها الشعب اليمني كافة وأبناء الحديدة خاصة. إن إيران هي الحليف الأول والعدو الأول الذي يحاول تدمير اليمن إذا لم يتمكن بالسلاح بإيصال السموم الغذائية إلى أبناء الشعب. فمن لم يموت بالسلاح الذي يدعمون به الميليشيات يموت بالسموم الغذائية التي يقدمونها، وإنما هذا يدل على الحقد الدفين على العرب والمسلمين وخصوصا أبناء اليمن من قبل إيران. نعم، إذن ينضم معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذ عبد الرحمن المشرعي، عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء الأنوار. نعم، يتم تداول الحديث عن رؤية أممية تقدم بها المبعوث الأممي ولد الشيخ حول الحديدة وتحييد الحديدة ومينائها، كيف تقرأ مثل هذه الرؤية أستاذ عبد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا الحديث عن الحديدة كهامة هو حديث ذو شجون، كما سمعت من الأخوة الذين سبقوني بالمداخلات، هو حديث مأساوي. لا شك بأن الحديدة هي جزء من المشهد اليمني، وتتأثر أيضا بأحداث ومتغيرات هذا المشهد في ظل عدم وجود استقرار سياسي وحالة الحرب في البلاد. طبعا من الطبيعي أن يكون للأحداث السياسية انعكاساتها ولها تأثيرها على المحافظة بشكل عام، ونسمع بين كل فترة وأخرى تجد متغيرات جديدة سواء بسبب تأثير الأحداث العسكرية أو التجاذبات الإقليمية، خاصة للدول التحالف أو التجاذبات الدولية الناتجة عن مصالح الدول الكبرى، أقصد ليست اليمن وحسب ولكن مصالحات المنطقة والعالم. طبعا بالنسبة للمبادرة التي تطرح نحن نسمع عنها فقط كأبناء تهامة أو أبناء الحديدة، نسمع عن وجود مبادرات أممية وعن تحركات دبلوماسية هنا وهناك، لكن للأسف الشديد لا نعلم كأبناء الحديدة ماذا يدور بالتحديد حولها أو ماذا يطلق حولها، ومستبعدين او مغيبين تماما عن المشاركه في هذه المبادره. طبعا المبادره هي لا احد يرفض الحل السلمي الذي ممكن ان يفضي الى اعاده المحافظه الى وضعها الطبيعي والى اغاثه الناس والى انقاذ الناس من تبحلؤ الذي يدور الان حول الحديده. طبعا الحديده لم تكن بهذا الوضع، الحديده اصبحت تنتشر فيها المجاعه، تنتشر فيها سوء التغذيه. هذه المحافظه التي كانت قله اليمن الغذائيه اصبحت اليوم تستجدي المساعدات الانسانيه من هنا وهناك، وهذا امر غير عادي. المبادره الامميه لا نعد انتقاء هذه المبادره بانها ستكون حول ميناء الحديده، وانا اعتقد كما ذكر زملائي السابقه عن ذلك لان الموضوع ليس موضوع الميناء، الموضوع اكبر من ذلك بكثير. نحن نستغرب المجتمع الدولي ونستغرب ايضا من التحالف ونستغرب بل من الشرعيه نفسها ان يختزلوا موضوع الحديده ومعاناه تهامه والحديده في قضيه الميناء، هذا طبعا امر مستغرب له. الميناء لا يمثل سوى حوالي 5 كيلوهات من 400 كيلو، هو الشريط الساحلي بقعنا الحديدة من ليبي إلى المخا. طريق طويل، يستغرب أن تحصر هذه القضية أو تقتفل هذه القضية في موضوع 5 كيلوهات. الموضوع ليس فقط قضية إغاثة إنسانية أو قضية إنقاذ الناس من الوضع الإنساني، إنقاذ الناس من الوضع الذي يعانوه هو بالحل العسكري، إلا إذا وجد حل سلمي يخرج المحافظة من ناهيته ويخرج الانقلابيين من المحافظة، فهذا أمر آخر على أن تدار الحديدة بمشاركة أبناء الحديدة نفسها. نعم، إذا أستاذ عبد الرحمن، يعني هناك أيضا من يطرح مخاوف من بين أن تكون رؤية لتسوية هشة تتجاوز الأولويات الشعبية المتمثلة بإسقاط الانقلاب وسعادة الدولة، هل هناك أي تعزيز لمثل هذه الرؤية والمخاوف الشعبية؟ لا، الحقيقة هم المخاوف الشعبية، أنا باعتقادي وبنظري بأن الخوف الأكبر الآن من استمرار وجود الميليشيات الانقلابية مسيطرة على المحافظة. أما قضية الحسم العسكري أنا باعتقادي أيضا بتحرير مديريتين أو 3 من الجهة الجنوبية ومديريتين أو 3 من الجهة الشمالية سيكون عبارة عن أرض تستقبل أبناء الحديدة النازحين من المديريات الأخرى الداخلية. يا أختي العزيزة، قلت لكم بأن قضية الميناء هي 5 كيلوهات، لا نحتفل قضية الحديدة أو تهامة بشكل عام في هذه ال5 كيلوهات فقط. أبناء الحديدة يصل سكان الحديدة لوحدها إلى حوالي 3 مليون، بينما لو نظرنا إلى التهامة بالكامل يصل إلى ما يقارب 5 مليون أو أكثر. وبالتالي الحديدة هي دائما مركز للسلام، مركز للتعايش. فهمتنا؟ وبالتالي فإن قضية التحرير هي مطلب رئيسي وأساسي، لأن ندرك تماما بأن الانقلابيين لا يمكن أن تكون الحديدة. الحديدة هي الآن الشريان الوحيد بالنسبة لهم، قطع هذا الشريان عنهم يعني انتهاءهم، يعني موتهم، وبالتالي هم متمسكون بالحديدة نظرا لأنها المنفذ الوحيد لتهريب الأسلحة، لتهريب المخدرات، لتهريب المشتقات النفطية، المنفذ الوحيد الذي يقتاتون منه، المنفذ الوحيد الذي ينهبون خيرات هذه المحافظة وخيرات هذه الميناء، بينما نجد أن سكانها يعانون أشد المعاناة. نعم، إذا أستاذ عبد الرحمن، يعني بمسألة تحرير الحديدة، هل تعتقد أن هناك الآن خطوات جادة نحو تحريرها، خاصة بعد تصريح المصدر المسؤول من قبل الرئاسة أن هناك فعلا توجه نحو هذا التحرير؟ أنا باعتقادي بأن الشرعية هي جادة في ذا الجانب، لكن وجود ضغوط دولية على الشرعية تؤخر عملية الحكم العسكري، وأتمنى من الشرعية أن تأخذ أو أن تعمل مع إكراد أبناء الحديدة الذين هم أدرى بما يدور فيها وما يدور حولها، وأدرى أيضا بالحل الأفضل. أتمنى إشراكهم في هذه المحادثات وفي هذه التحركات الدبلوماسية حتى يتم إقناع العالم وإقناع ممثل الأمم المتحدة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، إقناعه بالحل الأفضل والأنسب لأبناء الحديدة. نحن أعلم، كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، نحن أعلم بالحل الأنسب لأبناء الحديدة، لكن الحلول السلمية نحن نتمناها، فنحن مسالمون دائما ونتمنى السلام، لكن عندما تجد من يسعى لهذا السلام أو من يتقبل هذا السلام وهذه المبادرات، لكن نعرف جيدا نحن عانينا كثيرا من الانقلابيين، عانينا كثيرا، ونعرف بأنهم لا يمكن أن يسلموا الحديدة لأنها موردهم الرئيسي، شريانهم الأقوى، وبالتالي تسليمها ليس بهذه السهولة بالنسبة لهم. وليس أمام الشرعية سوى التوجه الجاد للحل والحسم العسكري. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن المشرعي، عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ وليد. أستاذ وليد، يجد الأستاذ عبد الرحمن أن الحل هو لابد أن يكون عسكري، وهو يتفق معك في هذه النقطة، ولكن المنظمات الأممية والدولية كلها تحذر من تحرير الحديدة بدعوى أن هذا الأمر سيفاقم الوضع الإنساني. كيف تعلق؟ طالما والأمم المتحدة تسعى إلى عدم دخول أو تحرير محافظة الحديدة عسكريا وتسعى إلى الحلول السلمية، بينما الميليشيات لا تريد الوصول إلى هذا الحل أو إلى يد السلام، وهي تماطل من أجل الحصول على أكبر تهريب سلاح وإيرادات من 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 هذا الميناء لتغذية حربهم على أبناء الوطن. نحن كأبناء محافظة الحديدة نرى أنه إذا استمر أبناء الشعب يعني أبناء محافظة الحديدة صامدون أمام هذه الميليشيات، من لم يموت بالسلاح سيموت من الجوع. والأمم المتحدة دائما من خطة إلى خطة إلى أن ينتهوا أبناء تهامة ويموتوا أمام الميليشيات التي منعت عنهم إيصال المعونات الغذائية. إذن لماذا الخوف أستاذ؟ نعم أستاذ وليد، يعني لماذا الخوف طالما يعني والجميع يعلم أن الميليشيا هي من تنهب هذه المعونات؟ مصالح. نعم. المعونات الإنسانية هي تصل إلى ميناء الحديدة أختي العزيزة، ولكن لا تصل إلى أبناء محافظة الحديدة. وأعتقد أن الأمم المتحدة يعني تعلم ذلك جيدا، يعني فلماذا التخوف من تحرير المحافظة؟ الأمم المتحدة كل حديثها حول الميناء، ولم نسمع أن الأمم المتحدة تتحدث بصورة مستمرة عن معاناة ومجاعة أبناء الحديدة. أختي العزيزة، لماذا لم نسمع عن مجاعة إنسانية في داخل محافظة ذمار أو عمران أو في صنعاء أو في صعدة؟ لماذا لم نرى المجاعة والصور المأساوية التي رأيناها ورآها كل العالم في وسائل الإعلام في محافظة الحديدة فقط؟ والدليل هذا أن أبناء الحديدة لا تصلهم المعونات الإنسانية الغذائية والدوائية التي تصل عبر ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة والمدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودولة الإمارات والكويت والدول المساعدة لدعم الإغاثة في اليمن. فنرى دائما كل المجاعات الإنسانية لا يعاني منها إلا أبناء محافظة الحديدة، ونحن نطلب ونطالب الأمم المتحدة النظر إلى أبناء محافظة الحديدة كشعب قبل النظر إلى مينائها وتوفير المتطلبات الأساسية لها أو تأمين إيصال هذه المتطلبات لها، كوننا لا نستطيع إيصالها بصورة مباشرة لأن الميليشيات تقوم بنهبها وبيعها في السوق السوداء أو دعمها لمجهودهم الحربي أو ما يسمى مجهودهم الحربي العبثي على أبناء الوطن ودول الجوار. نعم. إذا أستاذ وليد برأيك كيف يمكن أن تساهم الحكومة؟ نرى أنه لن يكون هناك الحل إذا لم تقبل الميليشيات بهذه الفرصة الأخيرة لها في التأمين والخروج من محافظة الحديدة وتسليمها. لن يكون الخيار الوحيد أمام الحكومة الشرعية وقوات التحالف سوى تحرير محافظة الحديدة عسكريا، وسيعاني أبناء المحافظة قليلا من التعب أو المشاكل، ولكن سرعان ما ستزول كما جرى في عدن وكما جرى في تعز وكما جرى في مأرب. الميليشيات هدمت المنازل واستهدفت المنازل بالصواريخ والكاتوشات والمدافع، ولكن سرعان ما سيطرت عليها الشرعية وعادت إلى البناء وإلى الإعمار وإلى إعادة كل المستلزمات التي يحتاجها المواطن في هذه المحافظات. نعم. فإذا تم التحرير برأيك أستاذ وليد، يعني حتى أستطيع أن أختم معك. نعم. يعني ما هو يعني أو كيف يمكن أن تساهم الحكومة والتحالف في مساندة يعني الشعب في الحديدة والتخفيف من معاناة أبنائها، يعني المحافظة التي ربما يجد أبنائها أن الجميع يتخلى عنهم؟ محافظة الحديدة وأبناء الحديدة لم يتخلى عنهم أحد. الحكومة الشرعية دائما ما تلوح ودائما ما تنوه إلى دعم محافظة الحديدة وإيصال المعونات إليها. لم يتخلى عن أبناء محافظة الحديدة أحد، ولكن كل ما نقوم بإرساله لأبناء محافظة الحديدة لا ينهب ويسرق من قبل النافذين في السلطة المحلية الانقلابية ومشرفين المحافظة من الميليشيات الحوثية والمديريات. لا نعلم إلا ببعض الأماكن التي تصلها من أجل أن يقوموا بإيصال رسالة أن المعونات التي يتم إدخالها تصل، وبينما ما يقارب 60 إلى 70% من المعونات التي تقوم بإيصالها الحكومة الشرعية بدعم من مركز الملك سلمان والإغاثة وبرنامج الغذاء العالمي عبر الأمم المتحدة لا تصل كلها إلى 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 أبناء الشعب سواء في الحديدة أو في غير الحديدة. نعم. فإذا تم التوجه والحسم العسكري لأبناء الحديدة، أنا أقولها أختي العزيزة، سوف يتعب أبناء الحديدة في وتهدم بعض المنازل أو وستحصل هناك كارثة، ولكن سوف تتعافى هذه المحافظة بعد تحريرها والدخول القوات الشرعية إليها. نعم، شكرا لك أستاذ وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من محافظة عدن. أشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.